صباحه بعد غياب 5 سنوات وللمرة 33 في تاريخه الميرينجي بطل الليجا. قبل ما تسألني شمعنا عملت حلقة لختام الليجا ومش لختام بقية الدوريات، هقولك لان الليجا هو الدوري الوحيد اللي مؤخرا تقريبا كل سنة بيتحسم في اخر مباراة، بس لا تقلق هيكون في حلقة رمضانية خاصة عن كل الدوريات واهم احداثها وحصادها بشكل عام بعد ما ينتهي الموسم. وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة، فزي ما انتوا شايفين كده راعي الحلقة هو هير كود، هو الراعي الرسمي لحلقة النهاردة، والسلسلة حلقات هتبدأ في الصيف. سلسلة مش هقدر اتكلم على تفاصيلها كلها دلوقتي، ولكن كل اللي اقدر اقوله ان جزء كبير قوي منكم طلبها مني. هير كود عامل حملة جديدة ممكن تكسب من خلالها رحلة لبرشلونة او قميص نادي البارسا او جوائز مختلف. هتبعت الكود اللي على هير كود لرقم 1120 عشان تدخل السحب ويبقى عندك فرصة انك تكسب. بالتوفيق للجميع، ويلا بقى نخش في التفاصيل. الميرينجي نجح في تحقيق لقب غايب عن مدريد بقاله 5 سنين. هو صحيح حقق في خلالهم لا دسمة وان دسمة، بس الدوري ليه مذاق خاص برضه، وبالذات لان زيدان اللي تلقى انتقادات لادعة من بداية الموسم او من اول ما مسك الريال اثبت للجميع ان نسخته من مدريد ما ينفعش يستهان بيها. قالوا عليه محظوظ، اسلوب لعبه عقيم، ما بيعتمدش غير على العرضيات، ومحظوظ تبديلاته داخل الماتش كارثية، بيكسب كل ماتشاته بالتحكيم. قلت لكم انه محظوظ. وبعد كل ده الموسم اللي فات حقق لقب دوري الابطال، والموسم الحالي حقق لقب الدوري، وبعد اسبوع عنده نهائي دوري ابطال للمره الثانيه على التوالي، وده نجاح يتمناه اي فريق اي حد فينا بيشجعه. هاتولي نص النجاح ده بس سيلته طيب وانا راضي. الريال حقق اللقب بعد ما كسب اصعب 3 مباريات في نهايه الموسم ضد اشبيليا وسيلتا فيجو وملجا. بس هل كان محظوظ؟ اكيد، يعني في ماتش اشبيليا لما في بدايه المباراه الكره تيجي في العارضه مرتين وهم من اول كره يجيبوها جول ويبقى من فاول بتاع ناتشو يبقى محظوظ. طب هل كان في قرارات تحكيميه في صالحه؟ ايوه، الفاول بتاع ناتشو عليه كلام، وبصراحه طرد اسفس برضه في ماتش سلتافيجو عليه كلام. طب على كده بقى هل ده معناه انه كسب البطوله بالحظ والتحكيم؟ لو اتفقت معاك في النقط اللي فاتت فهنا بقى لازم اختلف معاك. زي ما قلت قبل كده، مفيش فرقه بتكسب اي نوع من انواع البطولات اللي على المستوى العالي دوت بحاجه اسمها الحظ بس. يا جماعه، بطوله الدوري بتتلعب على مدار 9 ولا 10 شهور، فما ينفعش تكسبها بالحظ. انما لما تحط المجهود وتشتغل على كل العوامل التانية ويبقى كلها ماشية في اتجاه صحيح، فهتحتاج شوية حظ عشان يدوك الزقة الأخيرة، زقة تحقيق اللقب، وهو ده اللي بنقول عليه بالعامية كده معظمنا حظ البطل. أما بالنسبة للتحكيم فزي ما قلت قبل كده، لحد ما يكون فيه إثبات رسمي إن الحكام بيحتسبوا قرارات بناء على حاجات غير اللي بيشوفوها، فالحكام قراراتها ساعتها تبقى في مصلحتك وساعتها تبقى ضدك. بس هل أنت بقى مجبر إنك تقتنع بالكلام ده؟ أكيد الإجابة لا. حقك إنك تختلف مع وجهة نظري زي ما هي حقي بالظبط إن أنا أختلف مع وجهة نظرك. بالنسبة انا الموضوع واضح، الفريق الاقوى والاكثر تكاملا في صفوف لعبته واداره مدربه ودكه بدلائه هو اللي يستحق الفوز باللقب، وفي الاخر فعلا حققه. واكتر حاجه ابهرتني في موسم الريال الحالي هي قدره زيدان على موازنه اكتر من حاجه صعب قوي تعرف توازنها كلها. اقناع كريستيانو انه مش هيلعب كل مبارياته في وسط الموسم علشان يوصل لاعلى فورمه عنده في اهم فتره وهي فتره النهايه. ابقاء 11 لاعب على الدكه بسنس او احساس مباريات علشان اول ما ينزلوا ارض الملعب يصنعوا الفارق. الذكاء في التعامل مع بعض النجوم اللي انت مضطر تركنها على الدكه زي اسكو في بدايه الموسم او موراتا وخامس على مداره، فيظل عندهم احساس قوي بالانتماء للنادي وانهم فعلا جزء من المجموعه وان النجاح هينسب لهم زي ما هينسب للفريق كله. زين الدين زيدان ممكن ما يكونش خبير وعبقري تكتيكيا، ولكن في حاجه واضحه وضوح الشمس منذ توليه اداره مدريد، وهي ان اسلوبه في التعامل مع اللعيبه او المان مانجمنت والحفاظ على غرفة ملابس صحية قمة في العبقرية. وبصراحة دي حاجة ما استغربهاش لراجل كان بيتعلم من مايسترو المان مانجمنت والتعامل مع اللعيبة. ومفيش شك ان كريستيانو هو كمان صنع الفارق السنة دي، ولكن المرة دي ما كانتش بالكم، لان اهدافه في الفترة الاخيرة ممكن تكون اقل ولكنها كانت حاسمة. تحس كده ان بعد لقب اليورو صيف اللي فات اللي بالنسبة لرونالدو كان حلم مستحيل يحققه مع البرتغال، اصبح عنده شوية شبع نسبي كده للانجازات الفردية، وبدأ يحس اكتر بقيمة الانجازات للفريق
الكل، وده جه في وقت مثالي لانه بدا يكبر في السن وبالتالي اعتماده على الفرديه هيبدا يقل. وبعد التطور الطبيعي من مركز الجناح لمركز المهاجم الصريح بقينا كلنا شايفين ان كريستيانو لسه قدامه شويه في الملاعب على اعلى مستوى. الناحيه الثانيه بقى فبرشلونه قدم موسم رائع على المستوى الفردي، هداف الدوري ميسي مسجل 37 هدف ويليه سواريز ب 29 هدف، وختامها كان هدف ولا اروع ماركه مسجله لميسي هيسيبنا مشتاقين رؤيته من جديد في بدايه الموسم اللي جاي. اما من الناحيه الجماعيه للفريق ككل فبالتاكيد موسم برشلونه الحالي كان للنسيان، لانك لما تكون فريق بحجم البارسا وتخرج من ربع نهائي دوري الابطال بهزيمه 3-0 وما تحققش لقب الدوري فده اكيد موسم تحت المطلوب بكتير، ولازم الموسم اللي جاي تكون اقوى وافضل، وعشان كده الفتره القادمه للبارسا هتكون حاسمه. اخيرا يرحل لويس انريكي ونبدا فتره جديده بمدرب جديد، ولكن من الاخر كده بغض النظر مين المدرب اللي هيمسك برشلونه في الفتره القادمه فلا مجال للشك ان الفريق محتاج طفره في سياسه الانتدابات، لان في صفوف كتير محتاجه تعزيز مش بمجرد لعيبه تملى خانه ولكن بلعيبه على مستوى رفيع وعالي تشيل الفرقه مع ثلاثي الهجوم الفتاك. لان لو اداره البارسا اتعلمت حاجه من الموسم الحالي هي ان الامسان لوحدهم مش دايما هيقدروا ان هم يحققوا لك كل البطولات والاحلام والالقاب اللي انت عايزها، وده ما فيهوش اي تقليل من الامسان، ده طبيعي طبعا لان دي كوره وبيلعبها 11 لعيب. وفي الختام لازم اقول مبروك للميرينجي على اللقب ال 33 وهارد لك للبارسا اللي يتبقى له خطوة أخيرة في نهائي كوبا الأسبوع الجاي، وطبعا شكرا للاتنين على موسم كالعادة قمة في الإثارة لا ينتهي إلا في آخر 90 دقيقة. أنا فعلا مش بأفر بس بعشق مبدأ إنك تلعب موسم طويل وتيجي في آخر مباراة بس تحسم فيه اللقب. ولو عايز تعرف أنا ليه قررت حلقة النهاردة أني أصورها بتيشيرت روما فأعتقد إن أغلبكم يعرف، ولو ما تعرفش سيب توقعك في الكومنتس تحت أو هتلاقي كومنت واخد لايكات كتير قوي متثبت فوق مكتوب فيه السبب. يا قلبي ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه من هنا على يوتيوب وتشغل التنبيهات عشان توصلك اول ما ننزل حلقه جديده، اعمل لايك للحلقه على يوتيوب وتابعني على سناب شات عشان تتابع كده الاحداث اول باول، ريتويت على تويتر، شير على فيسبوك، واتفرج على الحلقات اللي فاتت من هنا. كان معاكم عمرو نصوحي واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.